ومعنا من مدينة العيون محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان. أستاذ أهلا بك. البرازيل تشيد بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية للمضي قدما نحو تسوية الخلاف، كما تنص على مبادرة الحكم الذاتي. ماذا يعني هذا الموقف القوي من قبل البرازيل؟ هذا الموقف يأتي في سياق يعني الاهتمام الذي تبديه مختلف القوى الدولية بالمملكة، يعني أيضا يأتي في سياق تأييد واسع الذي بدأت تحظى به القضية الوطنية، مسألة الوحدة الترابية للمملكة، اتساع رقعة هذا التأييد من منطلق أولا الفرص الاستثمارية الواعدة التي يحققها المغرب، من منطلق الأدوار الهامة على المستويات كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وحتى الأمنية في محيطه الإقليمي في جواره في عمق القاري، سيما المبادرات المتعلقة بإفريقيا الأطلسية والانفتاح لبلدان الساحل، وبهذه الواجهة الأطلسية التي تنفتح على البرازيل وعلى بلدان أمريكا اللاتينية. اليوم المغرب بات يخترق يعني مجالات وفضاءات جيوسياسية هامة، بات يخترق قلاع وحصون كانت تتمطرس فيها الدعاية الانفصالية. نتحدث هنا ليس فقط عن القارة الأفريقية ولكن أيضا عن بلدان أمريكا اللاتينية. ينبغي لا نعزل هذا الموقف البرازيلي أيضا عن تغير مواقف عديد القوى الدولية الهامة التي بات تبنى مواقف متقدمة داعمة للمملكة، في مقدمتها طبعا الجارين الإيبيريين إسبانيا والبرتغال، اللذان يجمعهما مع المغرب عديد الشراكات الاستراتيجية الهامة على المستويات الاقتصادية والسياسية، واللتين بالمناسبة لهما تأثير كبير على فضاء أمريكا اللاتينية بحكم على أن البرازيل دولة ناطقة بالبرتغالية وبقية بلدان أمريكا اللاتينية طبعا في مجملها ناطقة باللغة الإسبانية، ولي عاصمتين لشبونة ومدريد تأثير هام على ذلك الفضاء، فضاء أمريكا اللاتينية. اليوم المغرب يحقق يعني مكاسب وانتصارات بحكم تغير مواقف هذه القوى التي لها تأثير هام، وبحكم أيضا يعني وجود فرص استثمارية كبيرة في الأقاليم الجنوبية باتت يعني باتت تستقطب اهتمام عواصم دول ويعني ودوائر صنع القرار في عديد الدول. سيد سالم، يعني كما ذكرت هذا الدعم البرازيلي يأتي في سياق دعم دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي تعتبرها دول كثيرة جادة وواقعية وكذلك ذات مصداقية لهذا النزاع المفتعل. نريد يعني دلالات هذا الموقف بالنسبة لدولة كالبرازيل، وكما أشرت إلى أنها دولة كبيرة في قارة أمريكا الجنوبية. بالتأكيد هذا يعني هذا الموقف يكرس انحصار الطرح الانفصالي، خاصة في كما سلفت في إحدى يعني الحصون القلاع التي كان فيها، نتحدث هنا عن بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي فضلا عن القارة الإفريقية. لكن طبعا هذا القرار يأتي في سياق تغير مواقف عديد القوى الدولية الهامة وتغير حتى المقاربة الأممية، هو تعاطي طبيعي مع تغير المقاربة الأممية التي باتت تنظر إلى هذا الملف على أنه يتأثر من منظور الشرعية الدولية ضمن مبدأ احترام سيادة الدول واحترام وحدتها الترابية، وهذه المبادئ هي التي تحكم طبعا علاقات المغرب مع مختلف الشركاء، وتحكم أيضا انفتاح المغرب على الشركاء والفاعلين الدوليين جدد، من منطلق أيضا المقاربة الدبلوماسية الملكية التي عبرت عنها خطابات صاحب الجلالة، والتي تضع قضية الصحراء في صلب السياسة الخارجية للمملكة وفي يعني صميم عقيدتها الدبلوماسية، وبالتالي يتطلب من الراغبين في الانفتاح للمملكة وفي توطيد العلاقات معها وفي تعزيز علاقات ثنائية مع المملكة، يتطلب منهم الأمر إبداء مواقف صريحة داعمة للمغرب وداعمة للوحدة الترابية بعيدا عن الضبابية وبعيدا عن يعني المواقف المتذبذبة. اليوم الطرح الدولية تتجاوز طروحات الانفصالية والراديكالية، والطرح الانفصالي ينفضح بالنسبة لتلك الدوائر، تحدثنا عن دوائر أحزاب اليسار في قوى اليسار حتى الراديكالي في أمريكا اللاتينية التي كانت تتعاطف مع المشروع الانفصالي من منطلق من منطلقات ايديولوجيه متجاوزه تعود لحقبه الحرب البارده. اليوم هذه الدوائر اليسار، مجموعات اليسار واحزاب اليسار في امريكا اللاتينيه
باتت تكتشف حقيقة المشروع الانفصالي على أنه مشروع متخلف رجعي لا علاقة له بقيم اليسار، فضلا عن اكتشافها أيضا لسيف الدعاية الانفصالية من منطلق اكتشافها لحقيقة الأمر في الأقاليم الجنوبية المملكة، سيما الفرص الواعدة، النهضة التنموية، المنجز التنموي، والأهم الفرص الاقتصادية، بحكم على أنه أيضا هذه العلاقات ما بين المغرب وما بين شركائه خاصة جدد تتأسس على منطلقات براغماتية ترون تحقيق المصلحة بالدرجة الأولى، المصلحة المشتركة بالدرجة الأولى. ومن هذا المنطلق المغرب له أدوار مهمة في عمق الإفريقي الجوار الإقليمي، يقود مبادرات خلاقة وواعدة من شأنها أن تحقق فرص واعدة بالنسبة لهذه الدول التي تهتم بهذا المجال الجيوسياسي والاقتصادي الحي. سيد محمد سالم، نعم، بلدان كثيرة تثمن مساعي المملكة لحل هذا النزاع حول الصحراء المغربية، طبعا في إطار مبادرة الحكم الذاتي، والحديث يأخذنا إلى الحديث عن مجهودات الدبلوماسية المغربية كما أشرت قبل قليل. كيف ينظر إلى الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في هذا الجانب؟ أشرت بأن مكاسب كثيرة حققها المغرب مع تغير مواقف عدة دول. طبعا نحن نتحدث عن حالة من الحسم، ليس فقط على المستوى الميداني بحكم مناخ الأمن والاستقرار الذي يحققه المغرب في الأقاليم الجنوبية، وبحكم أيضا الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة، ولكن أيضا حتى على المستوى الدولي، على مستوى معركة الاعتراف الدولي، بحكم تغير مواقف القوى الهامة والوازنة. نتحدث هنا عن دول من حجم أعضاء مجلس الأمن دائمين، من حجم قوى اقتصادية في الفضاء الأوروبي، في الفضاء أمريكا اللاتينية، في العمق الإفريقي. اليوم البلدان التي كانت تدعم المشروع الانفصالي باتت إما يعني تطيب مبادرة المغرب بحكم ذاتي، إما تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وحتى تنخرط في الدينامية الدبلوماسية المتحققة في هذه الأقاليم بحكم يعني وجود قنصليات لعديد الدول في مدينة العيون والدار القنصلية، فضلا عن وجود أكثر من 100 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، بمعنى غالبية أعضاء الأمم المتحدة باتت تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي توسع هذه رقعة تأييد على مختلف قارات العالم الخمس في مختلف يعني من مختلف أيضا الخلفيات الإيديولوجية، دول مواقف تنطلق من مصالح دول، مواقف تتبناها مؤسسات، مواقف عابرة للأحزاب الحاكمة وعابرة للأشخاص الرؤساء ورؤساء الحكومات. وبالتالي بالفعل العالم اليوم الدول الوازنة من حجم البرازيل يتعاطون مع هذه الدينامية الدبلوماسية ومع حالة الحسم، بحكم على أن المغرب يتعاطى أيضا من مع هؤلاء الشركاء من موقع قوة، من موقع بسط سيادته، من موقع يعني بسط مناخ الأمن والاستقرار، ومن موقع الفرص التي يحققها بالخصوص في الأقاليم الجنوبية للمملكة. نعم، من العيون محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، شكرا لك على هذه المشاركة.